دكتور you are muted. دكتور إذا عم تشرح الصوت مو طالع عنا. أوكي. يلا. طيب إذا هلأ الجزء الثاني من المحاضرة أو المحاضرة الثانية لليوم اللي هي fungal and protozoal infections. نبدأ بالزيجوميكوسيز، وهي زيجوميكوسيز it's a family, it's a big group, it has subgroups of organisms. واحد منهم الميوكرمايكوسيز اللي هو بيصيب الإنسان أكثر إشي. الميوكرمايكوسيز هو deep fungal infection. It occurs in spores, spread in the air, inhaled by the human host. It likes serum iron. Serum iron, it enhances the growth of this organism. Patients with diabetes mellitus who have, هدول patients عندهم ketoacidosis, بيكون عندهم elevated serum iron. So, بيكون في increased chance to get mucormycosis إذا كانت الانفايرومنت مناسبة وكانت موجودة هاي السبورز. هاي السبورز بتعيش بالديكاينج اورجانيك ماتيريال، بالأشياء المتعفنة المتحللة على شكل سبورز، وبصير لها انهاليشن. هلا كمان مرضى الثلاسيميا بيكون عندهم هاي سيرم ايرون ليفلز، فبيخافوا عليهم. وطبعا مرضى الاميونو كومبرومايز، بتعرفوا قديش الاميون سيستم مهم بهاي شفتوا كيف بهاي المحاضرات يعني اليوم، انه البالانس او الاميون سيستم جدا مهم تو كاونتر اكت الانفكشنز. الزيجوميكوسيس لما يصير انهاليشنال سبورز ات ويل جو تو ذا ماكسيلري ساينس والنيزل كافيتي، فبتعمل نيزل اوبستراكشنز. شوفوا الأعراض كلها كيف هو nasal obstruction على nasal necrosis على discharge facial pain وهيديك وسولينج وسليولايتس. ممكن يصير spread لهاي الأريا of necrosis وinfection وتوصل للبرين وتعمل كمان damage بالبرين نفس الإشي، وتعمل visual disturbances. وفي مريضة يعني يمكن هي الوحيدة اللي تابعت أو سمعت عن حالتها للآخر، انتهت بالدف بالموت، لانه المشكله تبعت الزيجوميكوسيس انه عشان يصير في هيلينج لازم يعملوا ديبرايدمنت. كيف بيعملوا كيوريتاج؟ لما المنطقه اللي بتصير نيكروتيك بصير فيها نيكروسيس عشان يوصلها الميديكيشن بدها بلاد فيزلز، والنيكروتيك اريا ما فيها بلاد فيزلز، فبروح بالاول بيعملوا كيوريتاج للاريا النيكروتيك، بعدين بوصلها الانتي فانجل، بصير يعني بصير ريفرشت وممكن يوصلها بلاد فيزلز، بعدين يوصلها الميديكيشن. فاذا ما قدروا يعملوا كيوريتاج للمنطقه اللي بالدماغ اللي صار يوصلها النيكروسيس، كيف بدها تتعالج؟ فهي ما راح تتعالج حسب الكريتيكال اريا اللي بوصلها النيكروسيس، فولود باي ديث. اذا النهايه بتكون على هدول الناس اللي بصير انه نيكروسيس زي ما حكينا، بالبدايه بتكون obstruction وريدنس وديسشارج فولود باي نيكروسيس فولود باي spread of the necrosis to the surrounding areas والسريشن، وبالاخير ممكن تكون death. كلينيكال فيتشرز حكينا اول شيء ممكن يكون زي ما حكينا اريثيما بالبلت، بلوش ابييرنس، بلاك ابييرنس، سويلنج، نيكروتيك بلت الالسريشن، وممكن يصير طبعا ماسيف تيشو destruction. إذا بتقارنوا هون الماكسيلري ساينسز اليمين باليسار، اليسار كلاودي هو المفروض يكون مثل اليمين اللي هو اللي انتم شايفينه الرايت سايد اللي لونه أسود، هذا يعني بيحتوي على اير على هواء، هيك الماكسيلري ساينس المفروض، مش لونه أبيض زي اليسار اللي هو كله obstruction. فالراديوغرافيك examination بتعطينا opacification يعني شيء لونه مش اسود، رح تاخده ما بعرف اذا اخذته بالراديولوجي، انه لون الهواء والاشياء الفارغه بيكون ريلاتيفلي راديولوسنت او اسود، وببين الصور واللي بيكون في الشيء الفيلد بيكون ريلاتيفلي راديو اوبيك. راديوغرافيكلي زيجوميكوسيس او الميوكرمايكوسيس بتشبه المالجنانسي، وكلينيكلي شفتوا كيف بتعمل كمان ديستركشن ونيكروسيس ومشاكل، نيكروسيس اكثر اسوء شيء فيها. اللي راح نشوفه مايكروسكوبيكلي اجين نيكروسيس، بدي اشوف دتش وخلايا مش مبين حدودها، خلايا ميته كلها لها اشلاء خلايا يعني بتكون. راح اشوف كمان عندي هاي في هي الاورجانيزمز تبعت الميوكرمايكوسيس، هي هاي في بس لها صفتين مميزات، صفتين بتميزها برانشنج، طبعا هي برانشنج بس هي نون سبتيت. ايش يعني نون سبتيت؟ هاي الهايفي وهي برانشنج، ونون سبتيت يعني ما في خطوط، مش مقطع بالعرض، مو شايف خطوط، والبرانشز تبعته بتيجي على 90 درجه،
زاوية قائمة للبرانشز، عشان رح أميزه هلأ عن infection تاني اسمه aspergillosis. بيكون البرانشين تبعه على 45 وبيكون سبتات aspergillosis. إذن هذا كبير بوصل 30 مايكرومتر وبرانشينج نون سبتات و90 درجة البرانشز تبعته. وكتير مرات بنشوف يعني معظم السلايدات اللي شفناها مايكروسكوبيكلي كلها بتكون البلد فيزلز، السمول بلد فيزلز. لازم نلاقي إشي بلد مسكر بالمايكرو أورجانيزمز مسكرين البلد فيزل زي كأنه كلوت. هذا مثلا في عنا هون بلد فيزل وكله زي كأنه في جلطة أو كلوت، كله عبارة عن بول أوف مايكرو أورجانيزمز مسكريته، فقطعت البلد سبلاي عند السل أريا فصار فيها نيكروسيز. فإذا من الخصائص الزيجومايكوسيز إنه بعمل invasion of the small blood vessels wall، بعمل infarction بسكرها وبعمل necrosis. بيجي neutrophilic infiltrate بس مرات كتير ما بيكون ال infiltrate يعني ال immune response تبع البيشنت ما بيكون adequate، فما بيكون في عنا good inflammatory infiltrate لأنه أصلا المريض بيكون immunocompromised. diagnosis على البيوبسي والمباشرة لازم بلشوا يعملوا الابروبريت تريتمنت. كل ما كان الايرلي تايمينج للتريتمنت كل ما كان النتائج السريرية احسن، فالتشخيص الدقيق مهم جدا بسرعة بالبداية. التريتمنت زي ما قلنا اول شيء لازم يعملوا ديبرايدمنت، لازم تكون يعني جود كيوريتاج ويقيموا كل النكروتيك تيشو، وبعدين يعطوا سيستميك ادمنستريشن لهاي دوز أمفوتيريسين ويسيطروا على الأندرلاينج ديزيز تبع المريض زي السكري مثلا الكيتو أسيدوسيز. والبروغنوسيز مش كتير جود لهدول المرضى لأنه زي ما حكينا البروغنوسيز بوصل مناطق فايتال فممكن يأثر على حياة المريض. النوع الأخير رح نحكيه من الديب فنجل إنفكشنز الأسبريجيلوسيز. الأسبريجيلوسيز people waiting in the lobby. هلأ في ناس بالويتينج بدهم يدخلوا المحاضرة؟ طيب شوف الإيميل ثواني بس معلش. أوكي نرجع إنه عندنا الأسبرجيلوسيز آخر واحد بالفنجل إنفكشنز اليوم تبعون الديب فنجل إنفكشنز. الأسبرجيلوسيز برضو بتدخل سبورز من النيزل كافيتي بتروح الماكسيلاري ساينس بس ما بتعمل النكروسيس والديستركشن العظيم اللي شفناه بالزيجومايكوسيس. حتى مرات بتعمل بس اعراض ساينوسايتس ورشح او مش رشح، بلاش نحكي رشح، هي ساينوسايتس زي الناس اللي عندهم اليرجيك ساينوسايتس. هي فنجل ديزيز سبيشيز موجوده بالسويل ووتر ديكاينج اورجانيزم سيبريز. اكثر شيء منتشر قلنا الكانديدوسيس من الفنجل انفكشنز وراها الاسبرجيلوسيس. أوكي لو بدنا نرتب تعطوني الموست كومون هو الكانديدوسيس، بعدين الموست كومون من الديب فنجل انفكشنز هو الاسبرجيلوسيس وبيكون سكند ان فريكوانسي تو كانديدوسيس. اسبرجيلوسيس له تو كلينيكال بريزنتيشنز، واحده نون انفيزيف هي بتعمل الرجيك رياكشن بس وكلستر اوف فنجل هايفي، وممكن تكون لوكالايزد انفيزيف وبتعمل دمج بس يعني الدمج تبعها عاده ما بيكون اكستنسيف. مايكرو راديوجرافيكلي ممكن ناخذ راديوجراف تفكروا انه في ستون بالماكسيلاري ساينس، هذا مش ستون، هذا بسموه فانجل بول. الفانجل بول هاي بتكون عباره عن اسبرجيلوسيز يعني اسبرجيلوس اورجانيزمز نفسهم تجمعوا على شكل بول وصار لهم كالسيفيكيشن فبسموها انتروليس. ليس حجر شيء كالسيفايد، فانترو من الانتروم الماكسيلاري ساينس، انتروليس حجر موجود بالماكسيلاري ساينس هو راديو اوبيك بودي وذن ذا ساينس. السبب هو انه صار كالسيفيكيشن على هاي الفنجس بول اللي كان سببها الاسبرجيلوس اورجانيزمز. سكوبيكلي على شكل هايفي ممكن تتجمع تعمل شيء بسموه فروتينج بودي، شايفين كيف هيك زي اشعه الشمس على الداير. بتكون هي هايفي وبرانشينج وسبتات. سبتات يعني بدي الاقي خطوط عرضيه موجوده فيها بالهايفي، لما اكبرها اكثر بلاقي فيها سبتيشن، والبرانشز تبعتها بتكون على 45 درجه مش 90، وحجمها كسايز اقل من اللي شفناها قبل شوي الميوكر مايكوسيس.
وإذا عملنا stenosis أم أستين زي ما أنتم شايفين السبتة السبتيشن واضح، هي واحد اثنين أنا شايفتهم هون ثلاثة هيهم، والبرانشز بتكون زوايا حادة. شوفوا السايز 3 ل 4 مايكرومتر ان دايامتر، بينما قديش وصلنا بسايز الميوكر مايكوسيس؟ معلش بدي احط ميوت ثواني وارجع. نرجع، معلش اجت مكالمة هاتفية مهمة اضطريت ارد عليها. اسبرجيلوسيز اذا حكينا انه في عندي البرانشنج سبتيت هاي في وحجمها صغير 3 ل 4 مايكرومتر ان دايامتر، ارجعوا فوق نرجع باك نشوف الدايامتر تبع الميوكر مايكوسيز قلنا بوصل 30 او اكثر. اوكي اذا حتى الديامتر مختلف، فديامتر الميوكر مايكوسيس كبير اب تو 30 وبرانشنج على 90 ونون سبتيت، وهلا في عندنا الاسبرجيلوسيس ديامتر تبعها صغير برانشنج 45 درجه وبتكون سبتيت وبتكون ما بتعمل الدمج اللي شفناه بالميوكر مايكوسيس، عاده بتكون سيلف ليميتنج او زي الالرجيك ساينوسايتس يعني، وفي جزء منها ممكن يعمل شويه لوكالايز ديستركشن بالاريا. الريسبونس تبعها اذا كان المريض اميونو كومبيتنت بيكون التشو ديستركشن ليس، وبيكون بيجينا جرانيولوماتس انفلاميشن بيحاول انه يسيطر على وجود المايكرو اورجانيزمز. بالاميونو كومبرومايز ما عندنا جود انفلاميشن، ما عندي جود اميون ريسبونس، وبالتالي بيكون ليس اكستنسيف او مور، عفوا بيكون عندنا مور اكستنسيف تشو ديستركشن. يعني اذا الاميون سيستم منيح حيصير في عندي جرانيولوماتس انفلاميشن وعمل لوكاليزيشن للانفكشن، از ا ريزلت الدستركشن از ليس. مرضى الاميون كومبرومايز الدستركشن تبعهم اكبر والاميون سيستم او ريسبونس تبعهم بيكون اقل. وهلا رح ننتقل ل التوكسوبلازموزز، هي بروتوزوا الانفكشن سببه القطط. القطط رح تنقل لنا بروتوزوا شيء من البروتوزوا الانفكشنز هدول اللي هي اسمه توكسوبلازما جوندي ريلاتيفلي كومون، هي الهوست الكاتس هي الهوست. اوكي فهي من الفيسز تبع الكاتس رح يطلع في اوسايتس رح تنتشر للهيومن وتعمل لنا ديزيز عندنا احنا. بالكاتس هي مش عملت لهم ديزيز بس هي الهوست الكات، بنتقل من الفيسز تبع الكاتس. Okay, in normal patients, asymptomatic, mild symptoms, low-grade fever, cervical lymphadenopathy, fatigue, muscle or joint pain, كله هذا low-grade. هدول مين؟ الimmune normal patients, the immunocompetent patients, ممكن the lymph nodes, بالparaoral region زي البكل والsubmental lymph nodes, كلهم يكونوا reactive or enlarged. وشوفنا مرضى هيك وبالأخير اكتشفنا إنه في عندهم توكسوبلازما، في عندهم قطط بالبيت، وانه سبب هاي الليمف نودز اللي انلارجد كونتينيوسلي يعني بيرسيستنت بتكون، وعندهم جوينت بين يعني. فاحنا كان تشخيصنا سريري يعني انه على الاغلب هاي توكسوبلازموزز. الاميونو سبريست بيشنتس لا بتعرفوا شو راح يصير في عندهم، وايد سبريد ديزيز راح يصير في عندهم، حتى الانسفلايتس ممكن يكون يصيروا نيومونيا، والمسلز بدل ما يكون بس هيك لو جريد جوينت بين ومسل بين بصير في عندهم مايوسايتس ومايوكاردايتس مشاكل مور سيفير. فمرضى الاميونو كومبرومايزد ما بدنا يكون في عندهم كاتس، ما بدنا يعني بنحاول نبعد عنهم كل مصادر، ما بدنا يكون عندهم خبز متعفن، ما بدنا يصير ميوكر مايكوسيس وزايجو مايكوسيس، اي اشياء متعفنه ومتحلله بنبعدهم نبعدها عنهم. اذا الام الحامل صار عندها توكسوبلازموزز
بروتوزوال انفكشن وصل للجنين، فممكن يعمل له، لانه كان كروس ذا بلاسينتا، فممكن يصير المريض عنده او الجنين عنده انتلكتشوال امبيرمنت، ديليت سايكوموتور ديفلوبمنت، وبلايندنس. يعني كمان اذا الحوامل يبعدوا عن البسس والقطط، ما تكونش موجوده بالبيت لهي الاسباب. فكل ما كان بريجنسي ايرلي، كل ما انتقلت المايكرو اورجانيزمز للام، كل ما كانت السيفيريتي اكثر. لو اخذنا بايوبسي من الليمف نود راح الاقي جرانيولوماتوس انفلاميشن، راح الاقي في عندي هيستيوسايتس ماكروفاجز. طبعا احنا ماكروفاجز وهيستيوسايتس نعتبرهم هي اسمين يعني لنفس الخليه اللي هي الماكروفاج، فراح الاقي اكيوميليشن اوف ماكروفاج. قبل شوي حكينا جرانيولوماتوس بالميم، جرانيولوماتوس انفلاميشن غير عن الجرانيوليشن. جرانيوليشن تشو انه هو بس ريسبونس الطبيعي لاي جروح، اي جروح بنجرح الانسان بيجي بيصير عنده جرانيوليشن تشو اللي هو يونغ فايبروبلاست مع يونغ بلاد فيزلز مع انفلاماتوري سيلز، هذا جرانيوليشن بالسكن مثلا او بالميوكوزا. اما احنا بنحكي عن جرانيولوماتوس عندي شيتس اوف ماكروفاجز بتعمل كمان، يعني احنا عم نحكي عن الليمف نود بتعمل جيرمينال سنترز، ما راح اشرح الجيرمينال سنترز وهيك، هذا هيستولوجي للليمف نودز، بس انه بيهمني انه تعرفوا في عندنا ماكروفاج كنوع ريسبونس وموجود بالسب كابسولر تحت الكبسول تبعت الليمف نود، هذول اماكن وجود الماكروفاجز. كيف بنعرف؟ بنعمل انتي بودي تايتر، بدنا نعمل انتي بودي تايتر للتوكسوبلازما غوندي within 14 days of exposure للفيسز، نتأكد انه المريض هو صار مصاب ولا مش مصاب. واذا كانت الليمف نود انلارج ممكن نعمل بايوبسي من الليمف نود ونشوف كيف السب كابسولر شيتس اوف ماكروفاجز اللي بتكون يوسينوفيليك ماكروفاج. بالهيلثي ادلت سيلف ليميتنج، اما بالاميونوسبريست انديفيدجوالز لازم يعطوهم ميديكيشنز انتي بروتوزوال ميديكيشنز. البريجننت وومن لازم افويد سيتويشن زي ما حكينا يكون فيها ريسك اوف ديزيز، وما ينطفوا اللتر بوكس تبع الكاتسي يبعدوا عنه ولا يقربوا عليه، وبرضه يعني ممكن يكون في لهم علاجات معينه تنعطى بالبريجننسي. ليشمانياسيس انذر بروتوزوال انفكشن، وبيكون بنتقل بالبايتس. هلا في نوع من الفلاي او من الناموس او الاشياء الطائره هاي الساند فلاي، هي سيرتن سبيشيز اوف ساند فلاي هي بتنقل البروتوزوال انفكشن تبع الليشمانياسيس. الحالتين شفتهم، واحد منهم كان بالعراق، حالتين شفت بايوبسيز لهم، يعني واحد من بلدان غير الاردن، كانوا الاثنين جايين من بلدان مختلفه، كان في عندهم انلارجمنت باللبس، سبحان الله، يعني ما بعرف ليش الاثنين عندهم كان ليب ليجن والليب انلارجمنت. على البيوبسي أخذوا بيوبسي من الليجن، طبعا بالأول عالجوهم إنه يعني allergic reaction swelling باللبس، ممكن granulomatous disease تبع في certain diseases راح تأخذوهم later on. بعدين طلعت والله هي protozoal infection، حتى عملوا لهم injection بكورتيكوستيرويد يعني intralesional injection وما استجابوا، ما صغر الليجن، فأخذوا لهم بيوبسي وودوها على المختبر، بيّن معانا إنه وجود الليشمانياسيز اللي هي الليشمانيا organisms موجودة داخل الماكروفاجز اللي بالليجن بالبيوبسي اللي بعتوا لنا اياها. ممكن المامالز تكون هي كمان البرايمري، الدوجز والمامالز ار ذا برايمري ريزرفوار للليشمانياسيس، بس اللي بتنقل لنا اياها مش الكلاب والحيوانات الاخرى المامالز، لا اللي بتنقل لنا اياها هي الساند فلاي، هي بايت، لازم يصير في بايت بالموضوع، انسكت بايت. الليجنز ممكن تكون كيتينوس، ممكن تكون على شكل ألسر، ديب ألسر ولارج ألسر، وهي كمان ديسفيجرينج بتعمل الألسر هذا، وممكن يصير الهيلينج تبعه على شكل سكار، يعني ما بطلع الهيلينج تبعه نورمال. إليفيتد ريثمتس ديبريست ألسر، وشكله زي الفولكانو، داير تبعه زي فوهة البركان، ريزد وإليفيتد مارجنز تبعته، وبيكون هيلك تبعه ب significant scarring، وممكن يكون بس يعني swollen أو enlargement من غير وجود الألسر. أوكي، ومايكروسكوبيكلي هاي شايفين مايكروسكوبيكلي عندي الماكروفاج هاي الكبيرة، عرفنا إنه الماكروفاج إلها plenty of cytoplasm، كمية كبيرة من السيتوبلازم compared للليمفوسايت صغيرة، وبتحتوي، شوفوا داخل السيتوبلازم إيش بالعة،
عامله انجلفمنت لنقط صغيره اللي هي الليشمانيا اورجانيزمز. في عندنا كمان ميوكوزال انفولفمنت. طبعا لاحظوا انه السكن ليجن شو مكتوب لنا عنده، انه مش بس لما يصير البايت مباشره بيصير عندنا سكن ليجن، لا المريض بنسى الموضوع، صار في بايت بمكان، انسكت بايت بمكان، ونسي الموضوع لمده 3 أو 6 أسابيع. بعدها خلال بعد 3 إلى 6 أسابيع ببلش يطلع الليجن عنده. الليشمانيا دكتورة صوتك بيقطع. صوتي بيقطع. طيب هلأ هيك واضح؟ خلينا نحكي نجرب إنه طيب معلش بدي ثواني، بس بدي أعمل ميوت ثواني وأرجع. السلام عليكم، معي؟ معك دكتور. ماشي. إذا إحنا بنحكي الليشمانياسيس على السكن، وشفنا كيف صار الألسر والفولكانو لايك، وقلنا الهيلينج بيصير بالسكار وديسفيجرمنت بعمل. ميوكوزال انفولفمنت كمان ممكن تكون عندنا موجودة انترا اورال، وإحنا حكينا أنا شفنا اكزامبلز كانت، أو أنا شفت اكزامبلز كانت باللبس. ميوكوزال انفولفمنت كمان ديفلوب سيفرال مانثس تو ييرز ليتر، يعني لازم يكون برضه مباشر، عشان هيك الناس ما بتعرف شو السبب، ما بتذكروا يعني اي شيء. ممكن هي جرانيولوماتوس تايب اوف انفلاميشن، وحسب وضع الاميون سيستم تبع البيشنت ممكن يكون ديستركتيف ولايف ثريتنينج او لا. ليب ليجن ميوكوزال ليشمانياسيس اوف ذا لور ليب، وخلص بس نعرف هيستوباثولوجيكلي. طبعا هذا البكتشر اللي شفناها قريبه من هاي، كلها ماكروفاجز شيتس اوف ماكروفاجز، كلها بتحتوي مايكرو اورجانيزمز بالسيتوبلازم. عملنا سبيشال ستينز فعلى طول ظهرت هاي ديستينكتيف سمول دوتس اللي هي تبعت الليشمانيا اورجانيزمز. عملنا بريبريشنز طبعا هيستوباثولوجيك ستينز، فكان الدياجنوستس واضح، فالمريض اخذ العلاج المناسب وبطيب. وهاي آخر سلايد عندنا اليوم، هيك بنكون خلصنا محاضرتين فنجل انفكشنز. هلأ إذا في أسئلة اليوم منيح، إذا ما في اليوم حضروهم اقرأوا المحاضرات هيك كويكلي، عشان لما يجي دور لاب بالفنجل أو المحاضراتنا هدول اللي احنا عملنا لهم لاب مع الفيرال، تكونوا عارفين، بتعرفوا في كويز دايما بآخر اللاب، بتكونوا فاهمين كل شيء إن شاء الله. في أسئلة؟ يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك، الله يعافيك.